القرن 19 طورت العنصرية بمفهومها الإيديولوجي، لكن هذا الاعتقاد بأن البشرية مقسمة إلى مجموعات ذات خصائص بيولوجية مختلفة وأن مجموعة أحسن من الأخرى كان منتشر في زمن الحضارة الرومانية أو ما يعرف بالعبودية القديمة. العنصرية عندها ارتباط وثيق بالعبودية حتى في المغرب. مؤرخين في حال شوقي الهمل دونوا عملية جنيد لعبيد سود قام بها السلطان المرابطي يوسف بن تاشفين. هذا الجيش كان شارك في معركة زلاقة الشهيرة ضد الملك الإسباني ألفونس السادس. كاين أيضا روايات عديدة بخصوص الحرس الأسود ديال السلطان مولاي إسماعيل اللي طلقوا عليهم حرفيا تسمية عبيد البخاري. ما بين القرنين السادس عشر والسابع عشر تم استغلال أيضا هاد السكان ذوي البشرة السوداء كطاقم على متن سفن بحرية أو كعمال في مزارع قصب السكر في سهول حاحة وشيشاوة، كما عاود الفشتالي المؤرخ الرسمي للسلطان منصور الذهبي. منذ القرن التاسع عشر تم الضغط من أجل إلغاء عبودية السود والحراقين. كان هذا موضوع نقاشات وخلافات مع علماء المسلمين في المغرب، ومع ذلك للتجارة بالبشر ما أصبح محظور رسميا في المملكة حتى لبداية القرن العشرين. غير هذه قل من 100 سنة كان مازال يمكن شراء نساء ورجال من أسواق الرق في مراكش أو فاس. العديد من الرجال السود تم اعتقالهم في المدن الكبرى باش يتم تجنيدهم قسرا. بالنسبة للنساء العبودية كانت تتجلى في الخدمات المنزلية أو المعاشرة الغير الشرعية. المرأة السوداء غالباً ما كان كيتم استغلالها بشكل مضاعف كخادمة ولكن أيضاً جنسياً. العبودية اليوم ما بقاتش مقبولة بينما كانت طبيعية أو حتى قانونية في وقت آخر. هاد الشي كيأثر بلا شك على كيفية بناء مجتمعاتنا وكيف سر كذلك الأشكال العديدة للتمييز لتيوجهوها الأشخاص ذوي البشرة السوداء رجال أو نساء وأيضاً بعض المجموعات الأخرى. خاصنا نعرفوا التاريخ باش نعرفوا مزيان مشاكلنا ونرفعوا التحدي المتمثل في تأسيس العيش معا، العيش معا دون تمييز.